اليوم سوف نتعرف على طريقة وكيفية إلغاء تفعيل عدم توصية بي. قم بالضغط هنا على تطبيق وبلاي، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على الإعدادات، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على الخصوصية، سوف نقوم بالضغط هنا، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على عدم توصية بي. بهذه الطريقة نكون قد قمنا بإلغاء تفعيل عدم توصية بي، وبهذه الطريقة نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله.